السلام عليكم اخوان الاخوات، كلشي مزيان، كلشي بخير. بص دابا باش نهضر غير على هاد الماكينه ديال اتش تي سي. المهم اتش تي سي معروفه سون فيل، ما هي المهم هادي راه معروفه بزاف، هنا كيحسنوا بها الدراري نيت، كاين اللي كيفيني بهاد الحياه، كاين اللي كيحسن بها نيت شعرو، كاين اللي عند الحلاقه كاع كيحسنوا بها نيت، الحلاقه البروفيسيونيل كيدوزوا بها هادي نيت مزيانه وكتصبر صراحه. الواحد الوحيده باش نوريكم كيفاش كتجي. بسم الله، هذه راه موجوده الكتالوج ديالها اتي 121. غير باش نقول لكم الخوت، هاد اتش تي سي كاملين دابا اغلب الدراري في السوق راه كاملين كوبي، ها هي كل كوبي كيفاش مخدومه، كاين اللي كوبي مخدومه مزيان وكاين اللي عيانه على حسب الثمن راه باينه، وكاين اللي كوبي عيانه كيدوزو عليهم ثمن ديال 300 درهم، 250 درهم، 200 درهم، هي راه مدرحه ديال بصح. المهم هادشي كامل الاغلبيه غير كوبي، يعني حتى هادي غير كوبي، ها هي كوبي مزيانه يعني مخدومه. هادي انا عن تجربه شخصيه كنخدم بها انايا صراحه، دونك قليل اتش تي سي راه تكون جايه من برا، كيجيبها شي واحد من برا شاريها من ستور في شي محل برا معروف، كتكون اتش تي سي اوريجينال هذيك هي. ولكن اغلبيه اللي كيدورو هنا في المغرب راه باينه كيكونوا غير كوبي، كل واحد منشكر كيكوموندي الكونتيتي اللي بغا والكاليتي اللي بغا كينهرس داك فهمتي. المهم هادو راه الثمن راه باين كيقول لكم واش مزيان ولا مزياناش. المهم هادو راه الحمد لله صدقوا مزيانين، بعنا فيهم تاعينا الحمد لله، ما عمر شي حاجه ما جات خاسر ولا قال لك شي واحد ما كتحسنش مزيان ولا. المهم راه هادشي اللي كيجي معاه هي يا كيجي مع الشارجور ديالها، المشاطي ديالها أربعة المشاطي من الواحد حتى الربعة، قرعة صغيرة تاع الزيت. المهم نهار كنت قادر كتشري وحدة من الدروكري خمسة دراهم العام رانيت. الماكينة هي هادي تاع المشيطة الصغيرة ديال النيتواياج، والماكينة هي هادي. المهم الماكينة راه عندها ساعة ديال الخدمة، كتخدم ساعة بالضبط، ساعة نيشان باش كتشارجيها بلان، كتخدم ساعة ساعة كونتيني، يعني تقدر تتشارجيها نيشان تخدم بها اليوم واحد ربع ساعة ولا تلت ساعة تحسن بها شهرك، تحطها دوز عاوتاني واحد المدة تعاود تحسن بها واحد ربع ساعة، من توصل ساعة صافي كتقولك شارجيني. وهي الديفو الوحيد اللي فيها هي انها خصها تشارجا 8 السوايع، 8 السوايع كونتيني خصها تشارجا 8 السوايع، مثلا فون مع الصباح تبرونشيها مع ديك 10 ولا 11 ولا هذيك تبرونشيها، خصها تبقى تشارجا 8 السوايع كامله باش كتشارجا بلان. هذا هو الديفو الوحيد اللي فيها، ولكن على الصراحه ناضيه في الحسانه ديالها، كتراسي مزيان صراحه نضق، انا كنحسن بها شخصيا كنحسن بها بخير صراحه. ماكينه يعني كتحس بها واقفه ماشي، اما هذوك الدوزيام ولا دوك الطروازيام ولا دوك الخدمه الناقصه اللي كيكونوا كتخدم حما راه كتسمع الاصوات الرهيبه، ماشي ذا صوت نقي سامبل تحسن عادي. كما قلت لكم بالنسبه للشارج خاصها تشارجا ضروري 8 السوايع، 8 السوايع باش كتعطيك ساعه، 8 السوايع باش كتعطيك 60 دقيقة، تما معلمين 8 السوايع كتعطيك 60 دقيقة هادشي اللي كاين الخوت. ولكن صراحة عن تجربة ماكينة ناضية، ما فيهاش تخرشيش، والله العظيم إلا ناضية، يعني اللي بغى يحسن في الدار مثلا وما فيه اللي يمشي يبقى عند الحلاق يتسنى ليه جوج سوايع ثلاثة سوايع وكيخاف من القهوة هذا مانيطواياش المقاس هذا مانيطواياش الزيزوار، هادي صراحة كتحسن بيها كضرب بها العبار اللي بغيتي لواحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه كاع كتحسن كتساري، الا قدرتي كاع اللي دوز لك التورك دوزو غير بها، كتحيد ليها غير المشطاك بحال ما هكا كدوز بها، راه ما نقولش لكم راه كضرب الزيرو ديال بصح، غا هي بنادم اللي غيحسن بها خصو يعرف يتهلا فيها. ديما بان داك تعنكش لك ديما شويه الزيت يسالي بها النيطواياج بحال ما هكا ينشفها مزيان بشي كلينيكس ولا شي حاجه يرجع الميكا ديالنا وحنا ناضين. مهم ها بالنسبة للثمن ديالها راه معروف، راه من 100 درهم، كاين 100 كاين 120 كاين 130، كاين اللي كيبيعها ب 300 درهم كاع صحاب جوميا
المهم انت جربها وانت ولي بالك. المهم الثمن ديالها ما بين 100 درهم حتى ل 200 درهم حتى ل 300 درهم جوميا. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي، السلام عليكم.